أهلا مجددا مشاهدينا، يستمر هذا المد المباشر برفقتكم. نفتح لنوافذنا على التنمية ومحاور التنمية. السودان شاسع وواسع باختلاف ثرائه الممتد فينا، ماحيين على البسيطة. يحتاج مننا أنه نقيف عند كل منطقة، والخير دائما عند أبناء المنطقة. بالأمس كان منصات التواصل الاجتماعي احتفت بإنارة عطبرة، هذه البقعة الطيبة الجميلة بأبنائها يعني وبتاريخ الممتد فينا. ليه؟ لأنه ده جهد شبابي مكتمل أو جهد محلي، قدروا أنه يتجاوزوا كل التفاصيل وكل المعوقات أنه يؤسسوا لتنمية حقيقية تبدأ من إنسان المنطقة نفسها. حديثنا الآن على نافذة شريط الرباطاب، يعني شريط ممتد وفيه كثير جدا من الخيرات. إذا نتكلم عن التعدين، التعليم، التقليد أو التعدين عن طريق الشركات المعروفة، يعني هذا الشريط يحتاج لمزيد من التنمية، وأبناء المنطقة هم سعي حقيقي وينفذوا كثير جدا من المشاريع، لكن بداية برسم خارطة الطريق إنه يمشوا عليها ينفذوا فيها كثير جدا من المشاريع الممكنة بصحبة المهتمين وأيضا رجال الأعمال من أهل المنطقة ومن السودان أجمع. سعداء جدا ورحب بأستاذ محمد الواثق عبد الوهاب المحتصم، رئيس مبادرة تنمية الرباطاب، وأيضا أنت مستشار قانوني. أهلا ومرحب بك على الشروق صباحا. مرحبا، وأنا سعيد في بحضوري معكم وعلى النيل يعني، وإن شاء الله نقدر نوضح أنه نحن عايزين شنو في المبادرة حقتنا. أول قبل ما ندخل في التفاصيل وندخل في المبادرة، اي نهضه بتبدا من نهضه الفرد نفسه، عشان احنا نتكلم باستمرار انه حنبنيه، قلنا شويه كده نشيل الحدي ونبدا في عمليه البناء طوالي، واي زول يبدا من نفسه. فجميل انه اي زول يفكر في منطقته بصرف النظر عن انه في جهد حكومي بيوذل ولا لا. يعني نحن اول حاجه فعليا يعني كل زول المفروض يعاين لنفسه في الاول، ينمي نفسه وينمي منطقته، وخيركم خيركم لاهله يعني. صحيح. فنحن جاهزين نعمل الحاجه دي، وبدينا انه حتى في واحدة من محاورنا الرئيسية نحن التنمية البشرية لإنسان المنطقة. فالحاجة دي نحن محفزين أكثر من كوننا منفذين فقط يعني. فأنا بتمنى إنه يعني الناس ما بس منطقة الرباطاب، نحن دايرين نكون نموذج لكل السودان. صحيح. في كل مناطقه وكل محلياته. نحن منطقة الرباطاب وليس قبيلة الرباطاب. صحيح. نحن منطقة ممتدة فيها كثير من القبائل. المبادرة حقتنا دي بتسع الجميع، الرباطاب بالذات منطقة الآن الناس اللي فيها من كل القبائل وكل السودان، لأنها فيها الذهب، تعدين الذهب جاب كمية يعني حتى من دول تانية يعني، لكن في الغالب كل مناطق السودان ممثل، حتى كل القرى بتاعت السودان. فنحن دايرين نكون الناس اللي معانا ينقلوا التجربة حقتنا لكل مناطق السودان بإذن الله. طيب أستاذ محمد، أنتوا الآن بديتوا شنو؟ أنا يعني الشيء اللي فهمته منك إنه تكون دي خارطة الطريق عشان تنفذوا فيها كل في كل مشاريعكم وكل احتياجاتكم. انتوا الان بتاسسوا لشنو بالتحديد كمبادره؟ طيب افضل حاجه او يعني نقول التغيير الحقيقي اللي احنا بنعمله في مبادرتنا دي، وبنختلف عن اي يعني مبادرات او اي اعمال اخرى، انه احنا بادين بطريقه علميه، طريقه منهجيه، انه بدل ما يجي يعني انسان المنطقه يسال عن انه يا اخي اعملوا لي تهريج، اعملوا لي مركز صحي، اعملوا لي كذا، كانما بيشحت في الحاجه دي. نحن لا، دايرين تكون اول حاجه ويبغى خريطه نبداها بمسح شامل للمنطقه، شرق زي ما نحن بنقول البحر، شرق البحر وغرب البحر وكل المناطق بتاعتنا، نبحث عن مشاكل الحقيقيه من انسان الموجود هناك. يعني نحن بنعمل المسح الشامل ده بيبدا بعندنا استماره بنعملها موجود فيها التفاصيل، انه كل منطقه عايزه شنو يعني. ما حننتظر والله يعني تحصل كارثة أو مصيبة أو حوجة، نحن الآن بنبحث عن الحوجات كلها يعني خطة مستقبلية، ما بس الآن يعني، نتكلم عن الآن عن المستقبل يعني. الأيام بتاعتنا اللي حتمشي حتبحث الحاجة دي، زي ما قلنا عملنا في كل منطقة مناديب لنا، ثلاثة مناديب في من الشباب والنساء وأحد من رجالات المنطقة، ثلاثة أشخاص عن كل منطقة صغيرة يحددوا لنا المشاريع على الطبيعة محتاجين لها، ما بس الحوجة الآنية، الحوجة حتى للأجيال القادمة. فالخريطة دي بعديها من الاستمارة حيبقى في كتيب يحدد كل المشاريع المحتاجة لها كل منطقة بتفاصيلها، بخرائطها، إذا فيها خرائط بخرائطها، بجداول الكميات حقاتها، حتى بإنه التكلفة حقتها كم، عشان نحن لو دارين نقدمها للمسؤولين ولا حتى للمنفقين أو للمنظمات أو لأي جهة، تكون المسألة دي واضحة عندهم إنه هذه المنطقة دي حوجتها ما متعلقة بشخص ولا متعلقة بسياسة،
الحوجة دي ما متعلقة بكل الحاجة دي، متعلقة بالحوجة الحقيقية للمواطن المنطقة اللي قاعد هناك. نحن دارين نغير إنه بدل ما يعني الناس بيتكلم عن النخب في الخرطوم أو في كل المدن الثانية بدون ما يرجعوا للمواطن، هذه المبادرة من المواطن مباشرة، حوجة مباشرة. نحن واجبنا إن نحولها لقوالب علمية، ما تكون بس والله حوجته وقاعد، عشان ما يعني مثلا عملنا موية مثلا محطة بتاعت موية الآن دار لها مثلا لألف نفر، نحن بنعاين لأنه الأجيال الثانية يعني بعد 10 سنين بعد 20 سنة إحنا حنحتاج لكم، فبنخط في الخارطة حقتنا للفترات الجاية إنه 4-5 ألف مثلا على حسب الحاجة العلمية المنهجية بتاعت عدد السكان وتزايدهم والتفاصيل، هي فبنية على جمع البيانات الحقيقية من الأرض. طيب أستاذ محمد، طبعا أنت هسه جمعت كل التفاصيل دي في كتيب وقدمتها للمشاهد، لكن برضو عشان نفصل فيها أكثر والمواطن برضو في شريط الرباطات بيكون معانا، يعني لو دارين نسأل، جميل إنه تكون في خطة وتتبني عليها مشاريع، لكن لو سألنا عن الحوجة الحقيقية الآنية اللي بتتمثل في 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 شريط الرباطات بكل اتجاهاته، شنو الآن إحنا محتاجين إنه ننفذ مشاريع حية وبعد ذلك تجي المشاريع المخطط لها هسه معك؟ طيب احنا اول حاجه عندنا مشكله انيه التلوث، يعني يمكن احنا في محورنا الاول في المبادره الصحه والبيئه. الان احنا نعاني من مصيبه، انا يعني يوم الخميس والاربع كنت في 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 الرئاسه بتاعت الولايه يعني عطبر والدامر واطلعت على التقارير بتاعت في تقرير كان صدر قريب عن التلوث الناشئ عن التعدين في المنطقه. الموضوع ده خطير جدا، احنا ولا ما كان محورنا، يعني هو محورنا الاول لكن ما آني، يعني ما قدرنا نشتغله الليله وبكره كده، لقينا انه ده خيار قدامنا، ما عندنا خيار غير انه احنا ده موت يعني. التقرير خطير جدا، فنحن هسه الان محور التلوث حنبدا فيه مباشره او بدينا فيه، يعني الاسبوع اللي فات احنا بدينا اللقاءات وانه كيف تتحل الحاجه دي عاجلا يعني وبشكل فوري، كيف نعالج مشاكل التعدين اللي بتأثر على البيئة واللي بتؤدي لموت الحيوان. طيب أستاذ محمد، برضو عشان المشاهد اللي بتابعنا الآن يتعرف، أنت ذكرت في تقارير ومن حق المواطن برضو يكون عارف عشان برضو يقدر يساعد، يعني السودان قلنا وطن كبير وجامع وساكنين في شريط الرباطات هو السودان مصغر يعني بضم كل القبائل، فشنو أبرز التقارير؟ يعني التقارير هل مستوى التقرير إنه الإصابات خطيرة، يعني إفرازات التخلص من النفايات النفايات الطبية والاستخلاص الاستخلاص الذهب فيه أضرار خطيرة بالنسبة للمواطن، شنو أبرز ما يجي في التقرير اللي أنت طلعت عليه؟ للأسف الشديد يعني التقرير يعني ما تكلم عن المناطق التعدين مباشر بس، يعني حتى المناطق البعيدة، عمل التقرير كان في مناطق من أبو حمد اخذوا عينات من كل الحاجات، يعني مويه غيره الارض الكده، اخذوا عينات حتى من شعر الاطفال واختاروا العين على حسب التقرير اللي انا قريته عن اطفال ما اصلا ما مشوا المناطق بتاعت التعدين بعيد عنا، باعتبار انه المفترض يكون ما في اي اثر عندهم، فلقوا حتى في شعرهم في اثر الزئبق للاسف الشديد. فبيوريك انه الموضوع وصل لحد جوا اي بيت، حتى ما في محلات التعدين في المدن بتاعتنا يعني او الغوره حقتنا، فالحاجه دي بتوريك انه مدى الخطوره بتاعت الحاجه. طبعا الزئبق طوالي بيؤدي للسرطانات، اطلعت على الاثر حقها على البحر، بيصل لغايه البحر، يعني مصادر المياه فيها مشاكل الان كلها، الابيار الغير، الحاجه دي واصله بالمستوى الخطير ده، يعني في اي حته. انا يمكن ضربت المثل بانه الاطفال في شعرهم اللي جوه معناها الناس المتصدين مباشر للتعدين او المناطق المجاوره لمناطق التعدين، الموضوع ده فيه خطير جدا. الحاجة الثانية في تقديري انه نحن تأخرنا كثير كإنسان المنطقة او حتى المسؤولين وكذا، يعني احنا بنبحث عن الحاجة دي بعد ما تفاقمت وصلت المرحلة بتاعت الطفل في قبل. ابرز حلول شنو انت شايف بزاوية شوفك؟ يعني تقنين التعدين يعني هو اصلا موجود، منطقة بتاعت انتاج كبيرة، يعني يعملوا شنو بالضبط كذا عشان طيب يحدوا من الحاجة؟ طيب حسب القانون الدولي وحسب القوانين بتاعت حماية البيئة، المفترض انه انت لما تبدا مشروع بيختص بالتعدين او حتى في كل انواع الاستثمار، لكن خلينا في التعدين لانه فيه خطوره وفيه مواد بتستخدم، انه من الاول اي مشروع ينشا المفروض يكون معه طوالي اشتراطات الصحيه ابتداء. نحن الان ما في اشتراطات صحيه، كان في عشوائيه كامله من كل الجهات، خلينا نكون واضحين، حكوميه شعبيه غيره، المواطن في الاول دي رزق جديد ومصدر وقروش كثيره وكذا، فما كان بعين للحاجه دي. الان نحن نرجع ثاني نعمل ريستارت للحاجه دي ونخلي الاشتراطات الصحيه في اي موقع بشده وبصرامه وبدون اي يعني
منعي للمسألة المالية، لأنه الكارتيلات بتاعت قروش وغير الموضوع ده خطير يعني في العالم كله. فنحن ما عندنا خيار غير أنه ننفذ زي ما قاعد أقول كثير سيادة حكم القانون بالاشتراطات الصحية العالمية على أعلى المعايير. زول ما عمل الاشتراطات الصحية ما يشتغل، بغض النظر هو من المنطقة من برا المنطقة. وأي مخالف يحاسب، أي مخالف يحاسب. شخصيا احنا بدينا يعني حنفتح بلاغات مباشرة حتى في أي جهة أيا كان، حكومية شعبية شركات غيره، أي جهة مخالفة للحاجة دي نحن حنفتح بلاغات جناية، لأنه المواد بتاعت التلوث مواد بالدستور وبالقانون الجنائي موجودة، وفي القوانين بتاعت صحة البيئة وحماية البيئة موجودة. ما في خيار غير نحن نتجه للحاجة دي. وأنا من هنا يعني بناشد إنسان المنطقة يكون جاهز، يعني أي إنسان متضرر من الحاجة دي يكون جاهز. حتخش لك مش حتخش لك، هي خشت لك في بيتك. يعني أنا لقيت كثير من الناس المختصين قالوا لي نحن في المنطقة ما بناكل سمك. زول مسؤول بيفهم عن الحاجة دي أو عنده يعني مجساد اللي بيفهم خطورة الحاجة دي ما بيأكل سمك في بيته. ده معناه بوريك إنه الحاجة دي وصلت لغاية مصادر المياه المتحركة. يعني خليك من بير، ولا مثلا البير نقول قريبة من المناطق، أو المياه الجاية من أمطار أو سيولة وكده. فما عندنا خيار غير إنه إحنا نطبق اشتراطات صحية ونرجع زي ما قلت بالقديم الموجود ذات، ونراجع إنه هل كيف نحل المشكلة بتاعت الحاجة الوقعت، المصيبة الوقعت أصلا. يعني الآن في مخزون بتاع زيبغ منتشر في المنطقة نتيجة للتعدين 12 سنة اللي ورا، نحن برضو الحاجة دي كيف نحلها؟ ما بس في ناس بيقول لك نحل حسي، نحن ما دارين نحل الليلة، نعالج جذور المشكلة ولا قدام. طيب أستاذ محمد، أنت تكلمت عن الجانب البيئي وده جانب مهم جدا بداية، لأنه اهتمام بصحة المواطن المنطقة هو جزء من أولوية أو عملية التنمية المستدامة يعني هناك. شنو تاني من القضايا؟ نحن عندنا ستة في المبادرة دي، عندنا ستة محاور. المحور الأول زي ما قلنا المحور بتاع الصحة والبيئة، المحور الثاني التعليم والتأهيل والتدريب. نحن دارين إنسان المنطقة دي يعني نعمل له بيئة كويسة زي ما قلنا في الأول، ثاني نأهله وندربه ونخليه على أعلى مستوى على صعيد التعليم في كل المجالات. يعني شفنا كان في حوادث كثيرة بتاعت غرق، حوادث كثيرة في 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 الشريط هناك يعني. فالمطلوب شنو بالتحديد؟ يعني شفنا جهود شعبية يعني محترمة منكم، لكن برا ما بتكفي طبعا. طيب جواها نحن دايرين أول حاجة نبدأ، يعني أنا منطقتي، أنا من منطقة اسمها ندي، في ندي دي ما في روضة، مع إنه في التعليم الأساسي يعني جزء من السلسلة بتاعت التعليم إنه يكون في روضة. في الخرطوم هنا ده لو أنت ما قررت روضة ما تخش قبل المدرسة، يعني أنت لازم تجيب شهادة ما قبل المدرسة. فنحن بعدين من هنا دايرين ننشي في كلها رياض أطفال. الحاجة الثانية نخلي البيئة بتاعت العمل للمعلمين والناس اللي بيجي يدرسوا عندنا جاذبة، ما يكون يعني هو لو جاء من منطقة تانية يكون الحياة جاذبة بالنسبة له، وندعمه حتى غير المرتبات والحياة الأساسية اللي بيجيوا. نعمل جامعة، نحن عندنا مثلا تعديل، ليه ما يكون عندنا كلية أو جامعات بتختص بالتعديل؟ نحن عندنا نشاط زراعي، ليه ما يكون عندنا كليات جامعية تصاديق حكومية؟ أتكلم عن الحياة الحكومية. ومنها نشجع الاستثمار بتاع الجهات التانية. الحياة التانية برضو في التعليم دارين نأهل، هو في محور تاني معاه، لكن خلينا نحن نقول انه نحن الشاب والمرأة في منطقتنا دايرين انه يكون برضو مؤهل بحيث انه يقدر يستثمر، يعني نعلمه كيف الصناعات الغير التفاصيل التانية، نأهله انه يكون عنده فرصة صغيرة والناشئة بالضبط. نحن برضو عايزين نكون فيها التنمية البشرية، برضو نحن برضو محور من محاورنا. انا ما داير اتكلم عن حاجات والله، دي محاور محترمة. لو عندك عندك تاني يعني عشان تاني عندنا محور الخدمات والطرق والنقل والاتصالات والإنترنت، الحاجة على التقنية الحديثة كلها، بالإضافة لأنه عندنا مشكلة في منطقتنا، عندنا شارع واحد، الشارع الواحد ده معمول تقريبا له أكثر من 15 سنة، هو الآن منهار جدا نتيجة للمشاكل بتاعت الآليات الثقيلة والكده اللي بتخش للذهب، فالشارع بيقى كده فيه حوادث كثيرة وفيه يعني عملنا مشاكل كثيره في الفتره دي. احنا دارين نكون الطرق طبعا في المواصلات كلها، العالم كله اذا انت دارت تتطور بيقول لك المواصلات حتى من ضمنها الطرق، فالطرق الانترنت يعني المحور بتاع الخدمات دي فيه الحاجات دي كلها فيه. وثاني المحور عندنا المحور الرابع محور حقوق المنطقه والمسؤوليه المجتمعيه. يعني المنطقه دي في العالم كله اي منطقه فيها مصادر بتاعت يعني اقتصاديه، انسان المنطقه المفروض في الاول هو يعني يكتفي، قالوا الحاجة لو ما كفتك ما بتمشي للجيران. فنحن برضو إنسان المنطقة بتاعنا أكثر إنسان، نحن أكثر من 50 اللي يمكن بيصل ل 70% من الحاجات حقتنا إنتاج الذهب وغيره بيطلع من منطقتنا تقريبا صفر. إن شاء الله
عندنا برضو محور الخامس والسادس السريع، محور دعم اقتصاد إنسان المنطقة. إحضار إنسان المنطقة ده نخليه مؤهل وجاهز اقتصاديا، نعمل له مشاريع خاصة به وصغيرة ومشاريع كبيرة. والمحورنا الأخير الثقافة والرياضة، نحن دارين فريقنا يكون في الممتاز وفي كل يعني حتى يمثلنا برا السودان. وصناعة السياحة والإعلام، نحن أكثر حتة مفروض نكون فيها السياحة واصلة آخرة يعني. إن شاء الله يا رب العالمين النقاط والمحاور أنت ذكرتها دي تتنفذ بصورة مطلوبة وصورة علمية زي ما ذكرت، وتبدأ بأولوية البيئة وبعد ذلك للتعليم لأنه هو الأساس المتين، وتنشأ في بقية التفاصيل ويكون في تمويل مناسب. إن شاء الله حنكون معاكم يعني في مشاريعكم عشان نقدر نبرزها ويستفيد منها المشاهد وكل المناطق إنه يمشوا على جهدكم. كتر خيرك أستاذ محمد الواثق عبد الوهاب المحتصم رئيس مبادرة تنمية شريط الرباطاب، كتر خيرك على حضورك صباحا. شكرا، وإن شاء الله الرباطاب تشرق من هنا. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.